المجتهد المقيد اللي هو مشى على أصول إمامه ولم يخالف أقوال إمامه، ولكن في المسائل التي لم ينص عليها الإمام يشمله خرج أقوالا جديدة على أصول مين؟ الإمام. مثل الإمام الشيرازي عند الشافعية، الإمام الشيرازي عند الشافعية. على فكرة الدكتور الزحالي يقول وسمي هذا المجتهد مجتهدا من باب التسامح، وهو في الحقيقة مقلد وما خالفش إمامه، مش على أقوال إمامه، لكن في الأقوال التي لم ينص عليها أجل أقوال يشملها جديدة، فمقلد مش هيك؟ فأنا بقول هذا الباب لماذا يغلق؟ لماذا يكون هناك مجمع خاص لفقهاء الشافعية، مجمع خاص فقهاء الحنفية، مجمع خاص كل أنحاء العالم فقهاء الحنابلة؟ في المسائل المستجدة فقهاء الشافعية بيجلسوا وبناقشوا المسألة بناء على أصول إمامهم، وبخرج من فتوى بناء على أصول مين؟ إمامهم. وكذلك الحنفية وكذلك المالكية. بدلا من أن تكون فتوى انفرادية للشيخ القرضاوي أو للشيخ علي الجمعة أو للشيخ الزرقاء أو للشيخ الزحيلي، لا، بنقول إنه معاصرو الشافعية اجتهدوا في هذه المسألة بناء على أصولهم وخرجوا بالجواز أو خرجوا عن الجواز، وتسجل في كتب الشافعي. للجيل القديم بيجي يشوف انه هاي اللي قالوها المتأخرين الشافعيين في هذه المسألة. طيب في مسائل اللي بنيت قديما على علة، على ظرف، على مصلحة، ايضا بعيد النظر ايش؟ بعيد النظر فيها. عشان هيك اذا انت بتقرأ كتب الشافعي او الحنفية او المالكية او الحنابلة بتشوف ان هذه الكتب لم تستقر على حالة ووجه واحد على مدار التاريخ الإسلامي كلياته. نجد كتب متقدمية الشافعية تختلف عن كتب متأخرية الشافعية، مش هيك؟ مزبوط؟ ليه؟ لأنه المتقدمون كان لهم رأي بناء على اعتبارات، والمتأخرون غيروا هذا الرأي بناء برضه على اعتبارات أخرى على مذهب مين؟ الشافعي. المتقدمون مشوا على أصول والمتأخرون مشوا على ايش؟ على اصول، بس نفس الاصول اللي هي اصول الشافعي. يعني المتقدمون مثلا اخذوا بالاحوط، لكن المتأخرون مثلا اخذوا من باب عموم البلوى. بصيرش انه احنا الان خلاص فقهنا في القرن السابع هجري توقف وتفكر عليه، طيب كيف يستوعب الحياه كلها فقهنا؟ كيف يكون فقهنا شمولي؟ كيف يكون فقهنا يستوعب جميع مستجدات ولوازم الحياة؟ لا نقول على مدارس جديدة، بالعكس هؤلاء الذين يأبون أن يدخلوا التجديد داخل المذهب نفسه والاجتهاد داخل المذهب نفسه على أصول الإمام، هم بطريقتهم هذه عملوا لنا 100,000 مذهب من حيث لا يشعرون. الطريقة اللي أطرحها أنا حنبقي المذاهب على ما هي عليه، ولكن في المسائل المستجدة من أصلها على أصول الإمام، والمسائل اللي قيل فيها قديما إذا دعت حاجة أو ضرورة أو التفت العلة اللي بنيت عليها برضه من أصلها على أصول مين؟ الإمام. فبتصير هي فتوى عند مين هاي؟ المذهب نفسه. حافظنا على المذهب، حافظنا على وضارة المذهب، على حيوية المذهب، على شمولية المذهب، على ديمومة المذهب، ولكن لا خلاص خلي القديم كما هو. تعال الآن مسألة جديدة، الشيخ فلان له فيها رأي، والشيخ فلان له فيها رأي، والشيخ فلان له فيها رأي، والشيخ فلان له فيها رأي. كم مذهب عملنا الحالة هاي احنا؟ عملنا مئات المذاهب. مش هيك أضبط بقول؟ أنا ما بقول إنه احنا أصلاً، أنا بقول لك الاجتهاد المطلق والاجتهاد الانتسابي سكرناه. أنا بحكي عن اجتهاد مقيد داخل المذهب. هذا كيف يغلق؟ كيف يسكر؟ هذا ممنوع يغلق. على مدار التاريخ لم يغلق. لذلك اقرأوا تجد ابن عابدين مات قبل 200 سنة. أكم فتوى خالف فيها المتأخرين ابن عابدين المتقدمين؟ الآن هو المفتي عند الحنفية ابن عابدين. الآن الفتوى عند الحنفية ايش قال ابن عابدين؟ طب قول ابن عابدين الكتب القديمة يقول لا، هذا آراء المتقدمين. المذهب آخر ما استقر عليه قول ايش؟ قول المتأخرين، مش هيك؟ عند الشافعي ما يفتى فيه ما قاله مين؟
ارحمني. عند الحنابلي ما نقله البهوتي، عند المالكي ما نقله الدردية مثلا. لاحظ على فكرة أقرب حلقة في التاريخ الفقهي هي الحنفية. نعطيه مثل ما توفي رحمه الله، لأن أساس الخلافة كان موجود ومدى الحنفي كان معمول فيه وكان منتشر. بعدين الشافعي، بعدين شوف الحلقة اللي بين يعني الشافعي والحنفي أبعد، المالكية أبعد. أكثر مذهب كان يعني معمول فيه في الحياة اليومية هو مذهب الحنفية، عشان هيك تجد فيه تجديد. بس خلاص لحد قبل 200 سنة توقف عند ابن عابدين والمذهب يشمله عند ابن عابدين ومذهب روحه. أعطيكم مثال حكيت لبعض الطلاب في الماجستير اللي هاي السنة لما جينا نقدم زكاة الفطر والفدية واجهتنا القضية إنه عند حنفية بيكونوا زكاة الفطر وضعف الفدية، يعني 3.8 عفوا بيكونوا زكاة الفطر نفس الفدية، زكاة الفطر نفس ايش؟ الفدية، صاع صاع سواء زكاة الفطر نفس الفدية، صاع صاع 3.8 لكن إذا كان المسلم يريد أن يخرج زكاة فطره أو الفدية من القمح فإنه يخرج قديش؟ نصف صاع، يعني كيلو 900، نص صاع على مثلا هو كيلو 900. طب ليه؟ لأن القمح في زمانه كان إيش ماله؟ مرتفع، كان أغلى في زمانهم قمح من الطمر ومن الزبيب، فقالوا نصف صاع قمح يساوي ايش؟ صاع طمر. بعصر سيدنا أبو حنيفة قال نصف صاع زبيب بدل صاع زبيب، رغم أن الحديث قديش قال؟ صاع زبيب. ليش؟ لأنه الزبيب زمانه ايش ماله؟ غريب. بعهد الصاحبين، شوف معاي عشان افرجيك انه المذهب يكون فيه اجتهاد داخلي. بعهد الصاحبين الزبيب رخص، شو عملوا؟ رجعوا له صاع. طيب احنا الان نزلوا القمح لانه كانت غالية لنصف صاع. اليوم القمح رخيصة. اليوم نصف صاع قمح، كيلتين قمح، مش فاهمش فقير ولا مسكين. رخيصة جدا. طب بدنا واحد اللي يجي يرفع لنا اياها لصاع لانه الان صارت رخيصه جدا. الكاش مش موجود خلاص، باب اقفل لا يتغير ولا يتبدل. ليه؟ هو لما نزلوه بناء على اعتبارات معينه. المساله مش عويصه ولا مساله معقده، لكن المساله بحاجه الى يعني تحاور حوار والتقاء واخلاص وصدق، والأمر متحقق بإذن الله عز وجل، لكن مش موجود للأسف. إن شاء الله تكون هذه النواة هي نواة صدور الخير لأن تكون زائر المذهب، لا أقول مجتهدة وإنما خادمة لمذهب الشافعي بإذن الله عز وجل. طيب صدقت على رسول الله. الثالث المفطر الثالث القي عمدا. قال وإن تقيأ وإن تيقن وإن تيقن أنه لم يرجع منه الشيء إلى الجو، يعني الآن من تقيأ عمدا أفطر ولو تيقن أنه لم يرجع الشيء إلى إيش؟ جو. كأن تقيأ منكسا لخبر ابن حبان وغيره من درعه القيء أو غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استطاع فليقضي. إذن جماعة الخير القيء تعمدا يبطل الصيام إذا تعمدت، لكن إذا ما تعمدت لا يبطل الصيام. وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا، معاي؟ أو غلبه القيء، شكا؟ إذا الإنسان تقيأ النسيان أو غلبه القيء أو مكرها أو نشأ بعيدا عن العلماء إذا كان جاهل الحكم ولا يفطر.